السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الفول الاخضر بعد 3 اشهر من الزراعة، وان شاء الله حنعطيكم شوية نصائح لازم نتبعها في هذه المرحلة. فطبعا قبل ما نبدأ حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك لو عجبكم الفيديو، واتمنى تشاهدوا الحلقة للنهاية. طبعا اسف جدا على التأخير في الحلقات لاني طبعا كنت مشغول، فان شاء الله حنبدأ ان شاء الله نتابع كل المحاصيل اللي زرعينها حتى ان شاء الله تستفيدوا من الحلقات القادمة. فطبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا الفول الاخضر اللي زرعنيه بعد مرور 3 اشهر بالضبط من زراعته. مثل ما تلاحظ امامكم احنا في مرحلة التزيير والاثمار، فلو لاحظنا امامكم هذه الثمار الفول، وهذا طبعا نبات الفول تقريبا مثل ما تلاحظ امامكم طوله 50 او 60 سنتي، وهذه الازهار والثمار مثل ما تلاحظ امامكم ما شاء الله. طبعا احنا في هذه المرحلة ما قمناش بإضافة اي دفعة من السماد الكيميائي سواء البوتاسيوم او الازوتي، فقط اكتفينا بالري. طبعا كان في امطار فالنبات اتروى مثل ما تلاحظ امامكم هذه التربة امامكم، وما ضفناش اي نوع من السماد. فان شاء الله في هذه المرحلة لازم ضروري جدا احنا نسمد بسلفات البوتاسيوم حتى يعني الثمار هذه مثل ما تشوفوا حتى الثمار تصبح كبيرة الحجم. لو لاحظنا امامكم هذه الثمار فاحنا لازم نسمد، وطبعا الري ضروري جدا في هذه المرحلة. وطبعا مثل ما قلت انه ان شاء الله الاسبوع المقبل حنبدأ نسمد بسلفات البوتاسيوم. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه ازهار الفول، طبعا النبات مازال بيزهر لانه طبعا احنا في منتصف التزهير والعقد مثل ما تلاحظ امامكم، وهذه الثمار طبعا في نهاية الحلقة لو في سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.